بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نتكلم عن الهايبوبارا ثايروديزم. الديفينيشن بتاعها هو عباره عن ديكريز البي تي اتش. الايتيولوجي بتاعتنا بتبقى عباره عن واحد سيرجيكال موفال اوف بي تي بارا ثايرويد جلاند موست كومنلي بوست ثايرويدكتومي. 2 ممكن يبقى ديزيز زي اوتو اميون ديستراكشن اوف ذا جلاند اللي هي البارا ثايرويد جلاند. 3 ممكن يبقى حاجه اسمها دي جورج سندروم ودي بتبقى اسوشيتد مع سايميك ابليزيا. 4 بتبقى سيفير ديكريز للمغنيسيوم لاز المغنيسيوم نيد فور اكشن اوف باراثايرويد هرمون. الباثوجينيسيس بتاعتنا بيقل البي تي اتش فيؤدي الى ديكريز الكالسيوم او السيرم كالسيوم، وايضا بيؤدي الى انكريز الفوسفورس او السيرم فوسفورس. لما يقل الكالسيوم بيزود النيوروماسكولار اكسايتابيليتي، وده بيحصل نتيجه ان الكالسيوم شيفت فروم تيشو ونو بارا ثايرويد ديبندنت كوزنج تيس دامج نيل ديستروفي سكين ديرماتايتس برايتال اوف هير. الفوسفورس لما بيزيد بيترسب في التيشوز فبيؤدي الى سايكاتريك مانيفيستاشن، بيؤدي الى اكسترا بيراميدال سيمتومز وبيعمل كاتاركت. الكلينيكال بيكشر بتاعتنا بتبقى معتمده على زياده الكالسيوم ونقص الكالسيوم وزياده الفوسفورس. المانيفيستاشن اوف تيتاني بتبقى منها نامبنس وبيبقى منها كاربوبيدال سبازم وبيبقى منها لارينجيال سبازم وبيبقى منها ايضا انكونفولجن. بيبقى عندنا حاجتين، حاجه اسمها تروسي ساين ودي الفيتد بتاعه البريشر بتاع جهاز الضغط فوق سيستوليك اباف سيستوليك بريشر فور 2 مينيت مور ذان 2 مينيت فبيحصل كاربال سبازم. دي من علامات نقص الكالسيوم. شوف ستيك ساين ديت ترابنج اوف ذا فيشيال نيرف بيؤدي الى كوز كونتراكشن اوف فيشيال ماسل. طبعا الانفستيجيشن بتاعتنا هتعتمد بردك على الاساسي اللي هو نقص السيرم، نقص البي تي اتش السيرم بي تي اتش اللي بيؤدي الى نقص السيرم كالسيوم وزياده السيرم فوسفورس. ممكن نستخدم برضك الاكس راي اوف سكال هتبين لنا برين كالسيفيكيشن اون سكال اكس راي. التريتمنت بتاعتنا بتعتمد على برضك على الكالسيوم والفوسفورس، هاي دوز من الكالسيوم اند فيتامين دي مع مونيتورنج السيرم كالسيوم عشان نتجنب الحصوات الكلى. بنعمل كوريكت الامرجنسي هايبوكلايسيميا، بنعمل اي واي اير واي وبنعطي انترافينوس كالسيوم جلايكونيت فيري سلولي وبنعطي المغنيسيوم لو كان ناقص. بنجنب افويد الفروزاميد لانه بيأجريفيت الهايبوكالسيميا لانه بيعمل اكسكريشن كالسيوم اكسكريشن في اليونين وكان اجريفيت الهايبوكلايسيميا الهايبوكالسيميا. بنستخدم بدل ذلك لو احنا عايزين نستخدم دايوريتك بنستخدم السيازايد بيعمل بيقلل اكسكريشن اوف كالسيوم في اليورين ودي افضل دايوريتك في الحاله دي. عندنا حاله لابد نتكلم عنها اسمها السودو هايبوباراثايرويديزم ودي بتبقى عباره عن lack of response to البي تي اتش دو تو ريسبتورز ديفكت. بنيجي نبص هتبقى معاها اسوشيتد ويز هاي او انكريز البي تي اتش اسوشيتد ويز شورت ميتاكاربال وميتاتارسال في البون بتاعت الميتاكاربال والميتاتارسال والاكسجينس بي تي اتش لما نعمل له انجكشن دوزنت انكريز السايكل اي ام اكسكريشن في اليورين زي ما بيحصل مع الهايبوباراثايروديزم. التريتمنت بتاعتها بنعطي فيتامين دي وبنعطي كالسيوم عشان نعالجها. شكرا جدا، مع تحياتي.